لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا من برلين الرئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق من السيد علي القيسي. أهلا بكم سيد علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. يحتل العراق المرتبة الأولى من حيث أعداد المفقودين وفقا للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كيف تقرؤون هذه الإحصائية في دولة تقول عنها واشنطن إنها أتت لنشر الديمقراطية والرخاء فيها؟ الحقيقة هذا الأمر ليست مفاجئ بالنسبة للعراقيين، العراقيين كلهم يعلمون حقيقة هذا الأمر، والأرقام التي أعطيت حول هذا الأمر يعني لدينا ملاحظات كثيرة عنها، لأنه يعني ما بعد 2003 هو عدد المليون أو ما يفوق المليون بعد 2003 فقط، أما ما قبل ذلك فهذا أمر آخر، يعني خصوصا في حرب الخليج الأولى والثانية. نعم. المشكلة أنه عدد نفوس العراقيين إذا أخذناه مع هذا الرقم يعني لا يوجد بيت عراقي يخلو من هذا الأمر، ثم هناك مناطق يعني يصل عدد المفقودين من العائلة الواحدة إلى 2 أو 3، خصوصا في مناطق محيط بغداد أو حزام ما تسمى بحزام بغداد أو المناطق المعينة ذات التوجه المعين مثل الموصل والأنبار وديالة وتكريت وبيجي وغيرها من المناطق. وللأسف الإحصائية يعني ما أعطت أرقام حقيقية، خصوصا في محافظة بغداد لدينا معلومات موثقة على أن المسجلين في محافظة بغداد منذ عام 2006 بداية الانطلاق العنف الطائفي حتى الآن يصل إلى أكثر من 1/4 مليون فقط في محافظة بغداد. نعم. أؤكد فقط في بالحديث عن هذه بغداد. الأرقام ووفقا للمرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن الحكومة تتعامل بإهمال مفرط مع قضايا المفقودين، في مرصد التقارير أعداد المفقودين كما أشرتم أنها تتراوح بين 250 ألف إلى مليون مفقود. سيد علي باعتباركم يعني عشتم ظروف الاعتقال، لو تحدثنا عن هذه الظروف باعتبار أن التقارير تحدثت عن إهمال الحكومة لهذه الفئة. سيدتي الحكومة لا تهمل هذه الملفات، الحكومة تتجنب الخوض في هذه الملفات وتعمل جاهدة على إغلاقها وإبعادها عن المنظمات الدولية، لأنه ما تسمى الحكومة بميليشياتها وأحزابها كلها متورطة في عملية الإخفاء القسري للعراقيين من في كل العراق. يعني أي حكومة الآن تستطيع أن تفتح ملف في اليوم الثاني تشار إليها يد العدالة أو الاتهام لهم بأنها متورطة، ولذلك الحكومة هنا ليست جزء من الحل، الحكومة في هذا الملف جزء من المشكلة الحقيقية. نحن لدينا إحصاءات ولدينا أماكن، لدينا مكان واحد يحوي حوالي أكثر من بقايا أكثر من 100 ألف جثة في منطقة ما يسمى في خلف السدة، لدينا مكان آخر في الرستمية يحوي حوالي 30 إلى 25 ألف جثة بقاياهم، هذه كلها دراسات يعني ومناطق موثقة وموثقينها في محافظة مثل ديالة. محافظة ديالة يعني واحدة من أصغر المحافظات العراقية، توجد بها الآن أكثر من 35 إلى 40 مقبرة جماعية معلومة عدا المقابر الغير معلومة. فعملية الإخفاء القسري وملف المفقودين الحكومة من أشد المحاربين والمقاتلين من أجل عدم فتحه وعدم الخوض به من المنظمات الدولية. في هذا الصدد كان نائب سابق جوزيف سليوة أكد أن الميليشيات تدير سجون وتتاجر بدماء العراقيين، كيف تفسر قبول الحكومة بإخفاء مواطنين بشكل قسري فيما يكفل الدستور وكل الدساتير الدولية تكفل حماية كل مواطن من هذه الجرائم ضد الإنسانية تعتبر؟ سيدتي هي هنا الجدلية الصعبة والكارثية اللي تمر بالعراق، حين يتحدث النائب صليوة عن
أن هناك ميليشيات وحكومة. هذا هو هنا المشكلة، الميليشيات هي الحكومة والحكومة هي الميليشيات. العراق دولة ميليشيات، العراق دولة تحكمها الميليشيات. صعب الفرز بين الحكومة وبين الميليشيات. ما يعني هذه هي الجدلية اللي أدت بالكارثة في العراق. المشكلة أن هذه الميليشيات هي التي تقتل وهي التي تدير الحكومة والمكون الأساسي للحكومة وللبرلمان ولكل مفاصل الدولة. ولذلك الأمر كارثي في العراق، ويتطلب قرار من مجلس الأمن الدولي أو من الأمم المتحدة، ونحن نكتب ونتواصل مع المنظمات الدولية نطالب بتشكيل لجنة دولية محايدة للبحث في مصير المفقودين في العراق. اللجنة الدولية للصليب الأحمر الـ ICRC نشاطها محدود جدا في هذا المجال. في عام 2003 استعانوا بفريق بقى في العراق لمدة شهر من البوسنة باعتباره يعني خبير في هذه الأمور. وبعد أشهر، بعد شهر أو شهر ونص، القوات الأمريكية أنهت وجود هذا الفريق ولم تقبل دخول فريق من الأمم المتحدة في هذا الأمر. ونحن هنا في كل الأحوال نحمل أمريكا واحتلالها حقيقة وكارثة ما جرى في العراق ومسؤوليتهم عن مصير كل المفقودين في العراق، إلى سواء أثناء بداية الاحتلال أو على أيدي الميليشيات والحكومة اللي نصب الاحتلال الأمريكي. سيد علي، إلى جانب هذا الملف، ملف المفقودين، هناك تطور آخر على مستوى حقوق الإنسان يتعلق بالتجارة البشر التي تنتشر تحديدا في محافظة البصرة. إلى أي مدى يعد ذلك تواطؤا من قبل الأحزاب، أحزاب العملية السياسية، للحفاظ على الوضع الراهن؟ عملية الاتجار بالبشر عملية يعني معروفة في العراق، وإذا برزت الآن في البصرة فبسبب التظاهرات والاحتجاجات اللي صارت. أما هذا عمل معروف، والميليشيات تسيطر وتدير مستشفيات متخصصة. الكل يعلم أن هناك مستشفيات متخصصة في بغداد وفي البصرة وفي كثير من المحافظات تقوم بعمليات الاتجار بالأعضاء البشرية وفي البشر. هذا أمر معروف، وكل هذه المحمية من الميليشيات وأحزاب السلطة اللي يتمثل الحكومة. فحين يأتي شخص الآن يطالب الحكومة في فتح هذا الملف لا تستطيع، لأنه الحكومة هي التي تدير هذا العمل من خلال ميليشياتها وأحزابها. رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، كنت معنا عبر الهاتف أو عبر سكايب من برلين.